خلاص انت ما تبي تتبرع، خلاص في غيرك يتبرع. انا بقولك الطربات تعال يلا اللي يبغى يتبرع يدخل على السيارة. تتبرع يا تبرع قصد الدم، ترى في عندنا مصابين وعندنا ناس ميتين يبغون دم. الباص من ورا، تفضل تفضل اللي بيتبرع تفضل الباص. ترى بيشيلون قلبك. لا 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 اوكي. بعد الباب ما ودك. يلا يا شرطي. يا مسعف تفضل. كلكم رقم 9 ها اول ما تبدا. وجوك مش الحمد لله. رايد دباب. اسمك ومعلوماتك. كمل برا المدينه شيخ. اسمي تفضلوا معي. يا الربع ايش اسمك؟ راعي الموتور. اسم اخوي. تبغى تتبرع بالدم؟ لا بس حسبك انت بتخطفهم قلت اشارك. لا لا تبرع بالدم. تفضلوا يلا لا تبرع. ها يلا طيب واحد واحد اطلع فوق. تفضلوا معي. طيب يا جماعة الخير بالله بكل انتظام تعال من هنا. لا خلاص هنا. وقف في ناس ما عارفين الطريق يا اخوي. وقف يا حد. ها ما في احد باقي. تفضل واحد. تفضل هذا الغرفه. تعال حبيبي تعال. انتظروني هنا رايح اجيب ادوات وارجع. تمام طيب خذ المواطن هذا كمان. دكتور اقول لك الوضع مو مطمن. هذا كنا شلنا. لا 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 بارك المواطن. يا دكتور عملي ما كانت كذا. ما كان يطلعنا الصوت. هذا المريض حاله غير. يا جماعة ارجع لا تشوفوا ما هي زينة المناظر. بطني. بسم الله. ايش صار فيه؟ خلاص يا حبيبي الأحمر. بسم الله الرحمن الرحيم. يعطيك العافية. اوه ماي جاد. افتح الباب خلنا نهوي المكان. تاني بواسير منك. هات البوكس. هات البوكس يا مسعف. فتح لها يا دكتور خلص. خذ العينات. تمام خلاص كاملة؟ ايه لا اله الا الله. اف يا دكتور هذه ريحة شوي فيها ملوحة. ما الحبة اللي أعطتني إياها. امشي امشي امشي. شميتها. امشي امشي. وصلت عندكم يا شباب ولا باقي؟ امشي اشوفك شو. اخفوا المعدات كلها. اخفوها. دس كل شيء. دكتور البوكس. امشي اوريك المشكلة اللي كانت عندك. شايفها؟ يا جماعة طلع معاه سلاح يا جماعة. تعال شوف. لا اله الا الله. يا حبيبي احنا دكاتره مسالمين. ايش بك؟ شايف معك حصر. لا انت مو وقتك. انت قد معك حصر بول بالدماغ. تمام حبدا السلامة. كيف المسعف؟ تعال مدرب. تعال نعمل لك هذا من وين جاء؟
والله ما ادري. هو تعال مو شافول بتقاط حقنا، هو المسؤول على ال تعال وقف وقف كذا والتنظيم. دكتور امسح ذاكرتهم يا ولد، وقف كذا وقف يا الدكتور. هذا شو يبي؟ مخابرات؟ لا 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 لا، ما ادري عنه. رفع السلاح. لا الا السلاح. لا 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 الا بتقاط، محتاج الحاجة. بسم الله. لا 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 خلاص، السالفة مسحت له الذاكرة. دكتور الحق 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 يا دكتور. شو صاير هون دكتور؟ دكتور قاعد تعذب الناس. تعذب الناس ايش؟ لا اوف الريحة، ما عذبني الناس ولا شيء. انا بتدرب دكتور جديد ان شاء الله. انا قاعد اسمع اصوات ناس وهم مو عندي. يا اخي انت قاعد تقطع عمل خير. حرام عليك. انتو منو؟ جيبوا يا مصعيف. طلع يا مصعيف. يلا وينكم يا جماعة؟ الو فينو فينو اختفى؟ فين؟ تحت تحت. كفو كفو انزل سيبه. اذبح هذا جاي متفلت على الدكاترة. اذبح اذبحه الحين. من مات؟ مهما كانت وظيفتك ما تقعد زي كذا تدخل المستشفى تتصرف. فكه 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 يا عسكري. فك فك. ما ادري. لا دراجتي. اسمع شيله ولا تسيبه لاني شيله. سيبه بس لا تسيبه. لا تشيله لا تسيبه. خلاص مضطر انك تفكر يا احمر. حمودي يلا. احمر احمر ما تضرب يا جرجو. نزله يا مصعب. انت قاعد تشرط كمان مكمل بنت الف مره بالاي كي. ايش الرول بلاي عندك يا الحبيب؟ خلاص هذا فقد الذاكره فقد. يا اسكترني يا شيخ. فجرني فكرني من الدنيا. والله زقت معك حبيبي. فكني خلاص. فكه يا اخي. قاعد يستخدم درع بشري. معلش اذبحهم الاثنين عادي. اوكي. لا 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 انت خلاص. لا لا والله اذبح اذبح. شوف طريقي. ما ينفع زي كذا. هذا ايش قاعد يسوي اصلا؟ مسح له الذاكره بعدين يرجع يتذكر كل شيء. ناقل. هذا خرج عن الرول بلاي، خرج عن اللعب، خرج عن خلاص. فك, فك يا معلم فك. ترى حتى حقك رجعنا لك اياه. ها خذه. تعال تعال المشفى رجالك. رجالك يا اوقف. ابدا تذم. حلو الاستنفار الامني. حلو ترى يا راجل. عرفت ليش يا جماعة ما نوظف صغار عندنا؟ مصر مصر وقافضنا كمان مصر. تمام فزع يا ابوي. تعال يا ابوي شيل ذا اللي مكلبشني الله. خلاص خلاص خلاص. هو مو هو المسؤول، الدكتور هو المسؤول، هو اللي سوى لك العملية. خليه استاهل استاهل استاهل. الدكتور سوى العملية استاهل. شكله هو المجرم يمسك له. ما ادري شوف. ما في تروفي. تمام الدكتور الحين سوى عملية فصل تمام. حلو فصلت عني. خلاص سيبني سيبني دكتور. والله الحياة كثار عندي. شلها. كفو. أنا باخذك المشفى برجع لك أعضائك والسلام عليكم. أنا بقترب معنا.
عشان ما تسوي لي فيها مشكلة. راعي الموتور عملتوا له عملية ولا لسه؟ لا انتظر دوري. همشي انك صامني بعد كل هذا اللي صار. تفضل. ها فكك. انا ما اشوف شيء. لا ما فك. لا فك. يا علق طبي سيبني يا. فك عشان يفك. تعال تعال. يا اخي مد. وزف. صحي يلا صحي. يلا 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 يلا. لا تسوي شيء وانا بهالوضعية. لا مش تثبت بس لا تحرك. لا جاتك عدو منطقة خويك. الله شوف تحت يمين شوي. بدل السروال ما ينفع. يعطيك العافية. تفضل. لا تهرب. البلاد في تصوير وسيناريو تقعد تسوي ذي الحركات يا خرب علينا السالفة. تبونه هذا ولا لا؟ ما بعرف. لا يا شيخ. يلا مع السلامة. أنا أبي برا. سلام يا حضرة الجسم. حضرة المريض. لا وقت آخر. لا مش بايزنسي دويتش. ولا. سكيوز مي. قبليات. لا مكتوب. تشابي يونسون. سكيوز مي. هولد مي سكيوز مي. يو سبيك تركيش. هولد مي. Excuse me, help me. Help me. انزل على الطاولة. يلا خلاص هذا ال عملية قلب مفتوح. شايف القلب؟ Yes. انسدح. انك مدخن عنيف. انسدح هير. اوكي. Let me see your خل يا مسعف كيف خل كيف نسيت تخليه وقع. يو وات يو دو. خذه يخليه وقع. قول له من انت. تكلم منطق. وات انا بخليك تحكي عربي ثواني. عطى يدك تراب. احكي. بروميشن سموك جود عربي. حول غير اللغة. اعمل له سوفت وير عربي. عربي. عفوا. اوه هذا خوين. اوكي حمل ويندوز 10 عربي. ايوه بدا في برا. مين طلب؟ انا عارف. احكي عربي. عربي. ابدا العملية. جيب البوكس. ها شو صار؟ ها اوكي. شاوني هني. لسه ما فقدت الذاكرة. لسه حاليا بكير لسه. تفضل معي. اجراءات قبل العملية. هاي عملية. عندك بس كحة. كحة. وتفاصيل القلب اللي هناك شو وضعها؟ هو الكحة من القلب. نعم. في عندك قطعة زائدة بالقلب نشيلها بس ما تحتاجها. اي انت روح على الطرف الثاني. انت ليش هون؟ ثواني معاكم. مو انت المريض يا دكتور. تقدر تنط يعني ما يحتاج تلف الدنيا كلها. لا بس مو شايله. اوكي تفاهب لي. اوكي شايله لانه ما بقدر. اوكي بعد هذه بعد العمليه تعطيها الدكتور مو بالحين. خليه وقع. يلا وقع. اح دقيقه قاعد اوقع. اوقع الورقه. تعال وقع. اتوقع انت مستلقي. وقع. قوم. انا مت. ها طيب ولا حق البنادول يا اخوي. الكمبيوتر يا حد ينعشني. امورك تمام عليك.
طفوا في يدك، شفت؟ لا تسمع كلام الناس، سببك في كسر في عظمة ال هذا. آخ ظهري تفضل. من كثر ما شو اسمه ظهرك عورك. اي والله تفضل معنا. حد ينشني زين. تعال تعال. بموت بتحلل. لا ما عليك انت كاتر. لا لا ما بتحلل. لا انا مو دكتور. نزل الجيتار من ايدك. تعلم تتعلم. هذا بدي يخرف هذا شوي. تعال تعال انت حل مكان البودجارد. تعال تعال معه. عطى عطى. حرك حرك حرك. قرب عليه. حرك. تعال يا. تمام. انا ما بدي الجأ للعنف. هو اللي يكون متعاون معنا. خلص العملية ولا خمس دقايق. ما اقدر. مش مطوع الطاولة. يلا. انسدح. يلا على بطنك طبعا. ايوه اهم شيء. دقيقة بخلص اكلي. خلاص. هو ده. بسم الله. يلا فحص عسكرية. يلا. كح. أم كح. بسم الله بسم الله. خلينا نعمل قطعة عشان أفصل خير. يجي صوت أشرب. بي بي. بي ولا بي. ايوه ايوه اثبت 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 على حالك على حالك. ارفع اجرك ارفع اجرك ارفع ارفع. وين بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي المعافي. تفضل. تمام يلا هن اخر خطوة احسن خطوة. انزل اشوفك المشكلة عندك. ترى بتحلل. لا 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 بتحلل. خارج الرول. شوف اول مشكلة عندك. نعم. عندك تقرح في القزحة العينية شفتها؟ نعم معروف. حصر بول. حصر بول بالدماغ. اوف اوف ليش كل هذا؟ عندك كمان هون بالتشست. طبعا انت ما بتدخن صح؟ لا لا حبيبي تدخل. شوف الرئة اليسار طرنين اشيلها. ماشي. ما تحتاجها لانك ما تدخن. ايه تماما يعني. والايد شو عملنا فيها الايد تذكر يا مسيف؟ شنو الالتصاق اللي في الجيتار هذا؟ الالتصاق. هذا هو. تفضل على مسح الذاكرة. احنا بنقول له ابغاك تمسح ذاكرتي. بس يلا ما ينفع بايدك جيتار. شيل الجيتار. فنوني وابداعي في الجيتار. وقف هنا واعمل كده. تمام. حرض دكتور كبرانه شوي. حطيت سيليكون انت؟ حطينا شكله شوي. لا لا تمام. طاح المقص داخل. تم مسح الذاكره. بشيلك لا تعذب. حلو يلا يلا. اف والله فاحت ريحة. متذكر شي؟ في ريحة. انت متذكر شي يا مريض؟ وين ابوي؟ اها الله يرحمه. الله يرحمه. تفضل.
الله بكرة بتلاقي طابور الناس على قدام المشفى صحيح كله بده ابني. تعويض. تخيل كل شيء مسدد. حبيب بكرة بتروح التواليت لا لا صح، بتلاحظ هم الفرق. وقعوا على عدم الإفشاء. ايوه اوكي بيكمل، ترى اوصلك واضح نوصلك. نجح نجح. لا تعال تعال في طلبية، هذا صار طلب 50 مرة. يلا مع السلامة يا أبو ديجارد، ما لا قصرت. خذوا معك، اطلع ما اطلع في جدول. في طلبية. يلا يلا نروح كل نهار بعدين. فجأة المريض تضمك من تحت في أحد عنده مشروع؟ عندي بس بسوق حاليا. أولا المشكلة خاين فوق الحيط يا كريم، هو قفل يا كريم، هلا قفل. أفضل أغنية عندي. Hey.